السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم شباب؟ معكم جوزيف. اليوم عندي شرح اللي هو كيف تلعب كوب، كيف تغزي، وكيف تدخل على خويك، يعني انك تساعده، سواء دخل خويك وتدخل عليه، يعني كل الثنتين طبعا. عشان يعني تدخل على خويك، انت بنفسك تدخل على انك يعني ضيف عنده، الناس تحتاج اللي هو سمول ريزوننت بيل، وعشان تغزي تحتاج اللي هو هذا سنسستر ريزوننت بيل. وعشان انت تكون انت الهوست تحتاج اللي هو الجرس هذا بالضبط، تمام؟ طبعا اول ما تبدا في اللعبه بيعطونك النوت بوك، وبيعطونك الجرس ذا، وبيعطونك الجرس هذا، بس هذا وذا يعني الجرس ذا وهذا ما راح يكون موجودين. كيف تطلعهم؟ كيف تجيبهم؟ اول شيء لازم اشرح اللي هو الانسايت والشيء. في فوق عند اللي هو في الزاويه يمين فوق تحت النقاط حقتي علامه العين هذه، وجنبها رقم 2. العين هذه هي الانسايت. الانسايت عشان يعني تكون واضحه هي الهيومانيتي في دارك سولز بشكل عام، واخصها بدارك سولز 1، هي الهيومانيتي حقتك، تمام؟ انا الحين عندي 2 هيومانيتي، 2 انسايت، تمام؟ وش فائدة الانسايت؟ فائدة الانسايت لما تستخدم اللي هو الجرس هذا عشان تصير انت الهوست وتدخل عليك واحد، تحتاج انسايت واحد نفس دارك سولز 1 عشان يدخلون عليك الناس، او عشان تستدعي احد لازم تكون انت هيومن، ما تكون هولو، تمام؟ ايه نفس الفكرة هنا، تمام؟ فلازم يكون عندك 1 انسايت. كيف اجيب الانسايت؟ طيب انا او قبل ما اكمل على قبل ما اسال انا اجاوب على السؤال هذا، عشان تصير انت الهوست تحتاج 1 انسايت، لكن انت بتدخل على خويك على انك ضيف ما تحتاج انسايت. كل اللي تحتاجه تستخدم الجرس الصغير هذا. تبي تغزي لو تستخدم الجرس هذا، وتحتاج ايضا انسايت اللي هو هيمانيتي. طبعا كلامي اللي في الغزو مو باكيد 100%، ما جربت، لكن كخبرتي في السول سيريز قبل انا متاكد ان تحتاج 1 انسايت اللي هو 1 هيومانيتي عشان تكون اسهل لكم في الفهم. كيف اجيب الجرس هذا اللي يخليني اغزي، وكيف اجيب الجرس الثاني اللي يخليني ادخل على خويي او ادخل على الاشخاص الاخرين، تمام؟ اول ما تهزم اول بوس زين رجعونك هنا وترجع الدرج هذا، بيعطونك الجرس الكبير، وبيعطونك الجرس الثاني اللي هو اللي يكرش اللاعبين الثانيين. مثلا تدخل عليك واحد وخلاص ضف وجهك، تدق الجرس ويرجع العالمة، تمام؟ يبقى عندك جرسين اللي هو هذا وذا. عشان تجيبهن لازم تحتاج 10 انسايت. لازم مكتوب عندك فوق في الزاوية يمين 10 انسايت. اذا طلعت عندك 10 انسايت زين، تروح فوق من هنا، ثم تروح يسار مع الفتحة هذه. المكان هذا بيطلع منه المسنجر، زي المكان ذا اللي تحت بالضبط. المخلوقات الصغيرة اللي قاعدة في البركة راح تطلع من هنا من جديد، زين؟ كيف أطلعهم؟ أحتاج 10 انسايت. كيف أجيب 10 انسايت؟ أنا معي الحين حبتين. كيف أجيب؟ لما تذبح بوس يعطونك 3 انسايت. أنا ذبحت أول بوسين أعطوني كم؟ 6 انسايت. لما تغزي يعطونك انسايت. لما تغزي طبعا وتجيب تذبح يعني، وتجيب العيد تمسك تذبح يعطونك انسايت، اتوقع يعني هيمانيتي نفسها نفس دارك سولز 1. لما تدخل كو اب على واحد وتساعده يعطونك انسايت. في طريقه ثانيه انك تجمع الانسايت من نفسك زي الهيمانيتي، تفجرها، اللي هي الاداه هذه ماند مانز نوليدج. ماند مانز نوليدج هي نفسها نفس الهيمانيتي، تفجرها يعطيك هيومانيتي، يعطيك انسايت، تمام؟ انا معي كم؟ 2. لو معي هنا 8 حبات، لو معي 8 حبات وافجرها كلها، المكان هذا بينفتح لي. اذا انفتح لك المكان هذا، روح واشتر الجرس الصغير اللي هو هذا اللي هو حق الغزو، والجرس الصغير هذا اللي هو سمول ريزوننت بيل، تمام؟ واذا فتحت يعني اذا شريت الجرسين لا تطلع، اشتر كل شيء معاه. انا بالنسبه لي يعني يوم دخلت وشريت الجرس اعطوني، لقيت ملابس القسيس جاسكوين، يعني هذا خل بحطه الحين يعني عشان
لقيت ملابس هذه موجودة في المكان هذا. طبعا انا اتوقع ان اي بوس تهزمه يعني بيكون ملابسه موجودة في المكان هذا، لكن في المقابل انك لازم تستخدم 10 انسايت او 10 هيومانيتي عشان ينفتح لك المكان هذا ويشتري. طبعا انا بالنسبة لي الملابس دي اخذتها مجانا، ترى ما دفعت عليها ولا بلود ايكو، البلود ايكو او السولز نقاط حقتي ما دفعت فيها ولا نقطة، اعطوني اياها مجانا ترى. طيب خلصنا الحين من الجرسين، كيف احصل عليهم؟ كيف العب؟ طيب ابي العب مع خويي يا اخي. طيب كل المطلوب عليك زين عشان تدخل على خويك بسرعه سريع سريع، انا الحين انا الهوست تمام، وابغى خويي يدخل، اضغط ستارت، اروح سيستم نتورك واحط باسورد، احط مثلا 1 2 3 4 5 تمام، واقول لخويي اللي هناك سووا نفس الطريقة، يدخل على سيستم ويدخل على نتورك ويحط نفس الباسورد. انا الهوست اللي احتاج مساعدة استخدم الجرس الكبير هذا، وهو شو يستخدم؟ يستخدم الجرس الصغير هذا، فعلى طول راح تتلاقون مع بعض. طبعا الباسورد هذا اللي انا حاطه الحين مثلا ها وينه هذا، يمديك تعطيه لأكثر من شخص، مثلا انتم 5 تلعبون بلاد بورن تمام، يمديك تحطون باسورد مشترك بينكم خلاص، لما انت تدق الجرس الكبير ويجي واحد من اخوياك ويدق الجرس الصغير تلقائي بينتقل، يعني بدون مثلا ما تكلمه واتساب ولا تكلمه رسائل، خلاص انت تدق الجرس هو بيدق الجرس بتتلاقون. يعني طبعا لازم يكون نفس المنطقة، يعني ما يكون مثلا انت مثلا في سنترال يارنم وهو مثلا في مكان ثاني، مثلا في كاثيدرال وورد مثلا ولا مكان ثاني في يعني في المدينة، لازم تكون نفس المنطقة عشان تجمعوه مع بعض تمام. طبعا انا اعتذر ما قدرت اني اسوي يعني تطبيق وحجيب واحد واستدعيه، اني انا بالنسبه لي ما عندي احد صراحه يعطيني وجه حاليا، العالم الحين مشغوله قاعد تذبح وتجمع وتزير، انا بالنسبه لي يعني قاعد العب اللعبه على ركاده، انا خلصت اول بوسير وقاعد يعني العب اللعبه على ركاده واجمع نقاط واشتري وازين واشتري اسلحه واعدل، يعني معي اسلحه كثير وقاعد اعدل عليها يعني، فانا ما نبي يعني عجل يعني على اللعبه اصلا. بالنسبة للغزو زين انك تستخدم الجرس هذا، وزي ما قلت تحتاج انسايت، طبعا كلمة ذي تحتاج انسايت مهي بأكيدة لاني انا ما جربت، لكن احتمال 99% تحتاج انسايت، تحتاج هيومانيتي عشان تغزي، زيها زي دارك سولز 1 ما تغزي وانت هولو، تغزي وانت هيومن. طبعا هنا ما في هيومن وهولو، لان خلاص لما تموت تصير انت انسان، ما يتغير شكل شخصيتك، عشان كذا حطوها فوق وحطوها على شكل نقاط، على شكل يعني زي ما قلت يعني نقاط يعني زين. خلصنا الحين من شرح الاونلاين، بشرح اخر شيء في الفيديو، ويعني يمكن في ناس يعني ما فهموا، زي الحين المخلوقات الصغيره ذي ماسك القبر وعليها توب هات، في ناس ما عرفت كيف تحط التوب هات او الطاقيه على الرسائل وعلى القبور، يعني خصوصا الناس اللي طلبوا اللعبه ديجيتال من المستور. اول شيء اذا يوم انك حملت اللعبه وخلص، روح ارجع للعبه ثانيه من هنا وروح ريليتد ايتم، راح تلقى الدي ال سي حقاتك البونس حقت البيرودر هنا، حملها. طبعا هنا مكتوب عندي نو كونتنت واز فاوند، لاني انا داخل بحساب السعودي وبلاد بورن حقتي امريكيه، لما ادخل بحساب الامريكي عاطوا بيطلع لي الدي ال سي اللي جايه مع البري اوردر، حملها. اذا حملتها وخلصت زين، لا تطفي اللعبه وتشغلها، سو كوت كافي، سو كوت للعبه وارجع ثانيه، لا تطلع يعني من اللعبه تطلع الداشبورد تشغلها من جديد، ما يحتاج تشغلها، حملها انت وما عليك زين. تعال المكان هذا ونروح من هنا، بقابلك الباب هذا وفي مدخل سري يساري هذا من هنا، اذا وصلت اذا مكان انا ما واقف، مكان الرسالة اللي واقف عندها، راح تلقى المخلوقات الصغيرة هذه ماسك الرسالة، ماسك الكز، ماسك اداة ايتم، تلقى المخلوقات الصغيرة ماسك شيء، راح لمه وضغط عليه اكس، راح تاخذ الكاستم او تاخذ السكن حق الرسائل. اذا اخذته تروح هنا تضغط اكس وتختار الكاستمايزيشن اللي انت تبيها، يعني خلنا بخليها كذا الحين، هذا الاصل اصلها كانت كذا، ما عليهم شيء، ما عليهم لا طواقي ولا عليهم شيء، لكن بخليها توب هات، صار عليهم طاقيه
طويلة. وفي طاقية ثانية اللي هي هذه، وانت اختار على كيفك. طبعا بالنسبة للسعودي في عندهم اللي هو باندجز يصير على عيونهم شاش. طبعا بالنسبة لي انا ما اخذه من الامريكي، وخدت الكاستم او خدت السكن الثنين ذولي عشان تعدل عليهم زي ما قلت، تروح هنا وتعدل على كيفك. يعني هذا نهاية الفيديو، يعني ما عندي شيء اقدر اضيفه الا اخر شيء اقدر اضيفه اللي هو الرسالة، ان ترى كثير ناس ما انتبهوا انك تضغط R1 و R1 يمديك تضيف كلمات، يمديك تضيف gesture كامل، انك تضيف يعني مثلا اقول be wary of beast. طبعا انا ما ابي conjunction and or، بخليها كذا زين، ووضع الجستشور مثلا وخليها كذا يس. لما حطيت جستشور شو يصير؟ راح تنفتح الرسالة ويطلع الجستشور قدام وجهك على شكل روح تعلمك، تقول في قدام واحد مثلا في شيء وراك انتبه. يعني يمديك تضيف جستشور على الرسالة. انا بحذف الرسالة ذي لان ما ودي تاخذ علي. ولا تنسى ترى يمديك يعني تكتب فقط 10 رسائل ترى حول العالم، فحاول تكون حكيم وتستخدم رسائل بطلة عشان يجيك يعني لايكات كثيرة. يعني بالنسبة للرسائل انا بالنسبة لي يعني لما اكتب اكثر من 10 رسائل تنحذف الرسائل القديمة تلقائيا، فانتبه. عموما هذا نهاية الفيديو، اتمنى انكم استفدتوا شيء. انا اسف ما قدمت تطبيق عملي للي شرحته، لاني زي ما قلت ما عندي احد بيعطيني وجه، فانا اعتذر للمرة الثانية. اتمنى انكم استفدتوا شيء، واشكر كل من تحملني طول هالمدة. وهذا كل اللي عندي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.